واد اجي لك. الموسم ده كان صعب ليكم، كابتن وليد كان معايا في رمضان وكنا بنحتفلنا مع مجموعه منكم وعدنا انه الكاس لينا برضه، ولكن الكاس نهائي برضه مع هليوبلس، فرقه مش ضعيفه، فرقه بطل، فرقه قويه جدا، وتخلص النتيجه 10-7. فاذا احنا بنتكلم على تميز وقوه تثبيت ان انت تقدر. هل يعني توافق عمر في ان احنا نقدر 5 سنين جايين نحافظ على الانجاز ده؟ ان شاء الله، بس ده بيطالبنا يعني بكل موسم احنا لازم نركز اكتر من الموسم اللي قبله، لان تقريبا يعني لازم الفرق كلها بتلم نفسها، ان احنا كسبناهم فهم عايزين يلموا نفسهم، يجيبوا ناس من بره، فكل موسم بيبقى صعب اكتر من اللي قبله بكتير. صحيح، لان الفرق بتبقى رمت نفسها خلاص. طيب انتوا بتتمرنوا عدد ساعات كتيره جدا، وبيطالب منكم ان انتوا ما فيش يوم يجلي منكم التمرين، ده ما بيجيش يخليكم تحسوا في وقت من الاوقات بالاحباط؟ لانه خلي بالك انتوا ممكن تقعدوا 3 4 شهور تمرين بس، يعني عندكم الفترات المتباعده ما عندكوش ماتشات كتير قد ما التمارين كتير. ده ممكن يقتل في اي لعيب شغفه انه يلعب او ان هو يبقى محافظ على مستواه. بتتغلبوا على ده ازاي؟ بنتغلب على ده ان احنا دايما حاطين قدامنا هدف واحد، ان احنا في الاخر عارفين ان احنا دلوقتي لما بنضحي بكل حاجه احنا بنعملها في حياتنا، ان احنا في الاخر يوم ما بنكسب كل ده بنرميه ورا ظهرنا، ان احنا خلاص احنا ده هدفنا، فلازم عشان نوصل له نتعب، ان احنا ما تعبناش مش هنوصل للهدف ده. يعني افهم من كلامك ان انت دايما بتجددوا الهدف بتاعك ودايما بتحطوا الهدف قدامكم عشان ما يحصلش ملل. بالظبط. طب انت على المستوى الشخصي السنه دي كانت عامله ازاي معاك؟ ايه اللي انت اديته؟ ايه اللي لعبته؟ ايه احسن مباراه عملتها؟ هل انت راضي عن نفسك الموسم ده ولا عندك لسه كمان تقدمه؟ هو احنا يعني لو كل واحد قال ان احنا خلاص كده كل واحد راضي عن نفسه، احنا كده من قدام مش هنعمل حاجه. احنا كلنا كل فرقه بتفكر دايما في قدام ان احنا نكون احسن واحسن، عشان دايما الفرقه كلها بتبقى بتجمد. نعم. فاحنا لازم برضو نجمد اكتر عشان نفضل نكسب. انت مركزك ايه يا فؤاد؟ وينج وهاف. وينج وهاف. انت بتلعب يعني لو بلغه كره اليد انت بتلعب خط خلف، يعني اللي هو يعني ده بيسموه كده في كره اليد، ولكن دول مركزين مهمين جدا ومحتاجين يعني انت اغلب الدفاعات بتبقى في عليك قويه، بتبقى المركزين دول محتاجين شغل كبير جدا. ايه الجديد عندنا في المراكز دي؟ ايه اللي احنا عملناه جديد السنه دي في المراكز اللي خاصه المؤثره؟ هل لعبنا جبنا لعيبه جديده؟ هل احنا اشتغلنا على نفسنا، طورنا من ادائنا في المراكز دي ولا مختلفين شويه عن الهاندبول في حته ان الهاف والوينج دول إيه؟ يعني الهاف والوينج دول بيبقوا يعني في فيز الاتاكينج اكتر من الديفنس. جميل. حلو يعني جدا. هم طب اشرح لي، لا انا عايزك تشرح لي كتير يا فؤاد زي ما عمر قال لي كده، ايه الفرق بينها وبين كره اليد؟ ان احنا يعني الوينج والهاف دول يعني بالذات انا بلعب على الغلط اللي هو بيبقى ناحيه اليمين. تمام. فده احنا عندنا كام لعيب هاف؟ بيكون 2 لعيبه ولا 1 هاف؟ لا واحد على الصح وواحد على الغلط. واحد وينج غلط وواحد وينج صح. طب حلو جدا. احنا انت بتلعب بتقول لي ناحيه اليمين شويه الغلط، وطب والوينج برضو بتلعب ناحيه اليمين ولا بتلعب ناحيه الشمال؟ ناحيه واحده. انت عشان بتلعب بايدك اليمين ولا عشان بتلعب بايدك الشمال؟ لا هو المفروض المركز اللي انا بلعب فيه ده بيلعبوا فيه بايدك الشمال. يعني انت بتلعب بايدك الشمال انت؟ لا انا بلعب ايمن، انا ايمن عادي، لكن المفروض المركز ده اللي بيلعب فيه بايده الشمال. طب ايه اللي خلاك وانت بتلعب بايدك اليمين تلعب الناحيه دي؟ ان دي رؤيه المدير الفني اكيد. بس يعني بيكون دايما ان اللعيب اللي بيلعب هنا بيكون رؤيته حلوه في الملعب، فاغلب الوقت بيعرف يبص كويس، بيشوف الناس الفاضيه اكتر وقت اكتر من الناحيه الثانيه. يعني حتى لو بتلعب بايدك اللي هي الاوت سايد هاند اللي هي الايد اليمين بالظبط، فانت برضو الحمد لله متفوق في الحته دي. بالظبط. طيب ايه الجديد اللي عملناه في الشغل الفني؟ ايه الشغل الفني السنه دي فرق معانا غير السنوات اللي قبل كده؟ هل احنا بقينا اسرع اقوى، اتمرنا يعني ضمينا لعيبه جديد؟ ايه اللي حصل عندنا في الاماكن دي؟ احنا بالنسبه للتمرين احنا يعني كنا بنتمرن يعني 4-5 ساعات في اليوم عادي. الله أكبر. وصبح وبالليل، فهو ده النتيجه بتاعته يعني. واكيد جبنا برضو احمد ربيع من الجزيره واشقر، كان معايا في رمضان، اشقر من الزمالك برضو. اكيد فرقوا معانا جامد قوي في السيزون ده بالذات، وان احنا برضو كنا حاطين هدف قدامنا ان احنا لازم السيزون ده نكسب عشان السيزون اللي فات ما يتقالش ان هو كان صدفه. الله ينور عليك. وده على فكره وده برضو كان حاطط عليها ضغط اكتر، ان احنا لازم يعني نعلم مستوانا 100% عشان نثبت للناس فعلا ان احنا ما خدناش صدفه، ما يبقاش في مجال للخطا. بالظبط. صحيح.